اكو سالفة ببالي حبيت اطرحها، ما اعرف يمكن تقولون علي هذا مخبل او هذا ايش يحكي. اكو بيكم بالتعليقات راح يكتبه هو هذا غير بطران، بس اعرف اكو بيكم ناس تفكر مثل تفكيري، واعرف بيكم انتو كشعب حتى الشخص الغير متعلم بيكم عنده ارادة واصرار وراح يتقبل الفكرة. الفكرة اذا طبقناها راح تنقذ بلد كامل، عبارة عن مشروع راح نسميه مشروع ألف دينار، ننزل هذا الهاشتاج مشروع ألف دينار. المهم نطب الفكرة، احنا شكم عراقي؟ احنا تقريبا نقول 30 مليون عراقي، نضرب كمثال 30 مليون عراقي. احنا لو من كل واحد اخذنا 1000 دينار ايش قد راح يصير المبلغ؟ احسب وياي ايش قد راح يصير المبلغ. تعالوا خلنا نضربها واحدة واحدة. اذا 1000 شخص دفع 1000 دينار من كل واحد، 1000 دينار هم 1000 شخص، ايش قد راح يطلع الناتج؟ راح يطلع الناتج 1 مليون دينار عراقي. زين اذا 10000 شخص دفعوا 1000 دينار، ايش قد راح يطلع الناتج؟ خلونا نضربها 10000 في 1000، ايش قد يطلع الناتج؟ راح يطلع الناتج 10 مليون دينار عراقي. زين اذا 100000 شخص دفعوا 1000 دينار، ايش قد راح يطلع الناتج؟ نضرب 100000 في 1000، ايش قد راح يطلع الناتج؟ راح يطلع 100 مليون دينار عراقي. زين اذا 1000000 شخص من كل واحد اخذنا منهم 1000 دينار، ايش قد راح يطلع الناتج؟ نضرب 1000000 في 1000، ايش قد راح يطلع الناتج؟ تعرفون ايش قد؟ 1 مليار دينار عراقي. تعرفون بهذا المليار ايش نقدر نسوي؟ بس فكروا وياها، يعني ايش نقدر نسوي بهذا المليار؟ طبعا هاي كحد قليل داحكي، يعني يجوز مو 1000000 شخص دفع 1000 دينار، يجوز 2 مليون شخص كل واحد اعطى 1000 دينار، يجوز اكو بيهم واحد ما دفع 1000، يجوز اكو واحد اعطى 5000. فأنا دا أحسب لك على أقل شيء، على أقل إحصائية إحنا دا راح نحصلها. يعني المهم 1000000000 دينار عراقي إيش راح نسوي بيه؟ راح نقدر نبني، نبلط شوارع، نزرع حدائق، ننطل الفقراء، نبني عمارة ونقعد بيها فقراء، نبني مستشفى، نبني حتى دوائر ونشغل بيها ناس نوظفهم. بس فكروا بيها، يعني إحنا بيدنا كنز، يعني بيدنا ثروة تنقذ حال البلد كله. المهم هالمشروع راح يكون بكل محافظة، وبكل محافظة راح يكون اكو فد مكتب او محل يلم الفلوس، كل محافظة اهل المحافظة يدفعون بها 1000 دينار كل شهر، ونخلي الناس تقي يلمون الفلوس كل شهر ويجمعوهن. وراح نخلي جدول مثلا نكتب به احتياجاتنا، احنا مو كل شهر راح نلمهن، يعني اذا 1000000 شخص دفعوا كل شهر فراح يطلع عندنا مليار، هذا المليار ايش راح نسوي به؟ راح نقول نسوي جدول كل شهر، مثلا فلان شهر ورا ما نجمع الفلوس راح نبلط فلان شارع، فلان شهر راح نصبغ المدارس اللي ما مصبوغه، فلان شهر اكو مثلا مدرسه ما بيها رحلات نشتري لها رحلات، او مثلا فلان شهر راح نخلي حديقه او نافوره بفلان منطقه، وهكذا يكون عندنا جدول كل شهر احنا ندفع فلوس وبهالفلوس نسوي شغله لهالبلد، لان احنا بصراحه ما نعتمد على الحكومه، فالحكومه يعني ملتهية بنفسها نقدر نقول، ما راح تفيدنا، فخلنا نعتمد على نفسنا أحسن. يعني خلونا نعمر بلدنا، نصير قلب على قلب، إنه هالشي مو عيب، مو تقوله هو وأنا شعلية والحكومة هي خل تسوي وأنا شنو، بالعكس هذا بلدك، حلو من تسوي شغلة بحيث كل الدول تحسدك عليها، من نسوي شغلة إحنا بيدنا كل شيء، إحنا إذا نسوي شغلة راح تسجل بالتاريخ. فخلونا، هو شنو هو التاريخ؟ ترى التاريخ عبارة عن كتاب احنا البشر نضيف بيه اشياء، نضيف بيه انجازاتنا، فخلي نسوي انجاز بحيث يذكروه كل الدول. وصدقني 1000 دينار ايش راح ياثر من عندك لو كل شهر تدفعه؟ وراح تدفعه على مود بلدك، يعني راح تدفعه على مود تشوف مثلا الشارع اللي انت بيه حلو، تبلط، تشوف حدائق، تشوف مثلا اشترينا حاويات للمنطقه كلها حتى بعد ما نذب النفايات بالقاع. صدقوني مشروع يعني عبقري، ما حد داير له بال، احنا يعني نسوي انجاز تاريخي. تعرفون شنو يعني؟ انت تشوفني مهما كان عمرك، صح حتى الصغار لا تقلل من روحك، انت باشر عقبه راح تكبر، انتوا اصلا الصغار مثل ما نقول جيل الالفينات كلها، باشر عقبه اللي راح تلزمون البلد، هذول الكبار ما حد باقي، يعني انت راح تصير كبير ويجي ابنك، فاحنا مستقبل الوطن، احنا خلينا نسوي شيء ما حد مسويه، خلي الناس تفتخر بينا، خلي نسوي هاي الحمله تحتاج دعم قوي، ما اعرف يمكن الاعلام يدعمونا على هالشيء او لا، فبعد ما اعرف. فاللي اطلبه منك اذا انت عراقي تحب تشوف بلدك بشكل احلى، سوي مشاركه للفيديو، خليه يوصل لكل العالم.
الفكرة تحتاج دعم قوي. إذا عندك بيج نشرها بالبيج، إذا عندك صفحة على الانستغرام بها متابعين نشرها بالانستغرام، حتى إذا ما عندك صفحة قوية على الانستغرام نشرها بصفحتك الشخصية. سوي مشاركة للفيديو، خلونا نسوي فد يعني نخلي بصمة بحياتنا، يعني نسوي فد إنجاز. يعني قاعد تفهموني لو لا؟ خلونا قدام باقي الدول نفتخر بشي سويناه، خلونا نصير قدوة، احنا محتاجين البعض صدقوني، وبلدنا يعني حيل تعب. فكل اللي عليك اتمنى تسوي مشاركة للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.